ولا يني الحريه اخويا. الحريه ما كتباع ما كتشرى، الحريه ما كتباع ما كتشرى. بديت مع الدراري شويه، بديت كنجمعو بويتات من الشانطي، كنجمعو من حدا القهوه، كنعمرو باكيه، كندخلو لواحد السكاكات حدانا، كندخلو كنبداو نشعلو بوحده بوحده، كنبداو نتعلمو شويه، نطرو كنخرجوه شويه، كنخرجوه شويه، ولينا نسرطوه شويه، ولينا نسرطوه. بيا قتاري شغندير، نمشي نجيبهم ديالي الراسي ربع طريفات ولا خمسه ونبيعهم انا. كنتسخر كنتسخر، هادي باش كتبدا الشيطان والحرام، باش كيبدا لك الطريق كيديك الطريق الخايبه. هادي باش كتبدا الشيطان والحرام، باش كيبدا لك الطريق كيديك الطريق الخايبه. لا والو، وليت كنبيع، من وليت كنبيع بقيت غادي كنبيع كنبيع كنبيع، الشيطان غادي بيا والحرام. جات الشرطه طالعوا لي الدار، جات الشرطه طالعوا لي الدار الدوله، حيت هادشي راه واقعي، راه ماشي تنعاودو في نكته، تنعاود لكم الواقع من قلبي، تنهضر انا حيت معلم من الداخل. بغيت نجرب اي حاجه نجربها، بديت من جميع الانواع ديال الحياه، بديت كنبوعر، بديت كنجمع الكويحه، كنجمع الميكا، كنجمع الخبز، كنبيعو باش نسول هذيك 400 ريال 600 ريال. اخويا دابا الطوطه على اخويا دوزت 8 سنين مشات ليا من عمري، تقريبا شي 8 سنين مشات ليا من عمري، وندبت على الندام. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. اسم ديالي الحمام نبيل، الملقب بخوخه، الساكن بدرب السعد الحي المحمدي، كاريال سونترال، التاريخ سعيد الوطني معروف الحي المحمدي. بغي نوصل هاد الرسالة عاوتاني لوليداتنا، حيت عندنا الوليدات، بغينا هاد الوليدات إلا بغاو يتسلطوا ويستافدوا من هاد الرسالة هادي عاوتاني، نعاود نأكد ليهم عاوتاني باش يستافدوا ويرجعوا للطريق الصالحة. هاد الرسالة هادي مزيانة، هاد الوليدات وهاد الفتيات باش يشدوا الطريق زوينة. هذه القصه ديالي واقعيه، غنعاودها لكم عاوتاني من الاول. انا بديت لقيت فقط تزاديت وليت كنعرف، لقيت والدي فقارة، ناحيه فقيره هشاشه، فقارة بخدم سينما، انا كنقرا وخوتي كنقرا، وعندنا حنا خوت كما عارفين الفقارة كيولدوا الوليدات بزاف، كانت الوقت زوينه هذيك الساعه، كانت الوقت رخيصه وزوينه، كيولدوا الناس الوليدات، حيت الوليدات زوينين كيوسع عليهم الله سبحانه وتعالى. بديت غنبغي ندير الطريق، بديت كنقرا مزيان، وصلت لدرجة وصلت كاترياماني، كاترياماني بدا كيبان ليا، بديت في النضاجة، بديت بغيت أنا نخدم، بغيت نصور فلوس باش نعاون والديا، الطموح ديالي، بغيت نخدم باش نعاون والديا، بغيت نجرب أي حاجة نجربها، بديت من جميع الأنواع ديال الحياة. بديت كنبوعر، بديت كنجمع الكويحه، كنجمع الميكا، كنجمع الخبز، كنبيعو باش نسول هذيك 400 ريال 600 ريال. اش قلت اش غادي ندير؟ وجاوا شي ناس قالوا لي راه واحد الشركه ديال الصباط كتدخل. قلت على واسا غنمشي نشوف ظاهري في هذه الشركه هذه. ملي مشيت لهذ الشركه ديال الصباط ريحت بها، كنتسناو الباترون، طلبنا الاحساس، قال لنا تسناو الباترون راه هو اللي غيدخلكم، الا قال لكم دخلوا دخلوا. تسنينا الباترون نهار الاول، نهار الثاني، نهار الثالث، ما مليناش، حيت الطموح ديالك باغي نخدم، حيت فقارة فقير باغي نخدم نصور فلوس، انا نشد فلوس في يدي. جا الباترون واحد الليله تجا بالليل، وقفنا عليه حنا ثلاثه كنطلبوا فيه، بديت كنبكي عليه بحال حس بيا سبحان الله العظيم، بقيت فيه هاد السيد مسكين، الله يرحم ليه الوالدين بوفتاس، تجا على غفله بقيت فيه. قال لي شوف اولدي راه جوج غيخدموا بالنهار، خاصين لنا جوج بالنهار وواحد خاصنا بالليل. قلت له مرحبا انا نخدم بالليل، انا الحاجه كاع اللي عندكم صعيبه نديرها انا نخدم بالليل. قال لي صافي اليوم غدا بالعشيه جي، وعيط للعساس قال لي هذا راه غيجيبوا ريقات، وخدمت ما عليناش. خدمت خمس سنين خمس سنوات، وليت كنتخلص انا كاين الناس، وليت فرحان بخير، ناشط، البلاصه اللي بغيت نمشي ليها كنعطي الدار اللي قسم الله، المهم عايشين زويلين. الشركه فلسات، كنا نصوبوا الصباط هذيك الساعه، الصباط ملي بدا السلعه ديال الشينوا الصباط بدا كيهبط، الشركات ديال الصباط بداو كيسدوا، سدات منهم هادو ديال بوفتاس، سدات. اما بديت كندور كندور، خسرت هادوك الفلوس اللي عندي، بديت كندور دخت، ما لقيت ما ندير، ما لقيت ما ندير، فاقه ديال الوالد، تصاحبت مع شي وحدين بليين، كيكمي، وليت باغي نشوف انا، حيت كنشوف هذاك الشيء في الافلام، بغيت نشوف اش كيدير وكيفاش كيفتحوا الزوال، كيفاش من عند كيفاش كيشري وكيفاش كيجيبوه. وليت باغي ندير هذيك التجربه سبحان الله العظيم، حيت انا كنت باغي نجرب هذه الحياه اللي خايبه، هذه القصه هي علاش باغي نعاود لكم انا هذه القصه، علاش؟ باش هاد الوليدات وهاد الفتيات والدراري طالعين مع مولاي الحسن الله ينصرو يطلعوا قدوه. ما عليناش، مشيت اسيدي بديت بليا، بديت مع الدراري شويه، بديت كنجمعوا بويتات من الشانطي،
كنجمعوا من حدا القهاوي كنعمروا باكيه كندخلوا لواحد السكاكات حدانا كندخلوا كنبداو نشعلوا بوحده بوحده كنبداو نتعلموا شويه نطرو كنخرجوه شويه كنخرجوه شويه ولينا نسرطوه ملي ولينا كنسرطوه بدات البليه في الحشيش وليت كنشوف البزنازه كنشوف الافلام كندخلوا كانت حدانا السينما كندخلوا ليها بزاف السينما كبرنا بها حنا ولاد فقراء كنا ندخلوا السينمات كانوا حدانا ما كانوا حدانا لا ملاهي لا جرادي لا والو كنمشيو كنلقاو السينما السحاب عليها وكان فيها خدام فيها با معروف خوخه السينما شريف الحي المحمدي معروفه كندخل وليت كنتبوق بزاف من الريحه كنبقى نشم الشمعه كلشي كيكمي في السينما كلشي كيدوخ كلشي كيكمي بديت كنشم بديت كنتبوق ولا كيجينا داك الشيء زوين انا بغيت تبيع هذيك الطريق كنشوف زوينه ولا خايبه ملي بديت كنتبوق شويه وليت باغي نشريه لراسي ملي وليت باغي نشريه لراسي وليت كنقول هذا كنشريه كيجيبوا لي هذه شويه وليت كنقول الدراري اللي بغا يتقدا شكون اللي بغا يتقدا شكون اللي كنجمع اربعه الناس كنمشي نجيب ليهم وليت كنربح معاهم طريفه ديالي فابور شويه قلت انا شغل ندير نمشي نجيبهم ديالي لراسي اربعه طريفات ولا خمسه ونبيعهم انا كنتسخر كنتسخر هادي باش كتبدا الشيطان والحرا باش كيبدا لك الطريق كيديك الطريق الخايبه حيت هذيك الطريق سبحان الله العظيم ما مقبولاش فيها فيها تبدير الصحه فيها تبدير الجيب فيها تشتت عائلتك تولي سبحان الله العظيم حمار كيهز الاحسن منك وساحي ماشي واحد ضيق بغير يدوخ هذاك الشيء اللي بغينا حنا نجربوا هذه الحياه ديال الدوخه سامي منا والو وليت كنبيع من وليت كنبيع بحيت غادي كنبيع 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 الشيطان غادي بيا ود حرام جات الشرطه طالعوا لي الدار الدولي دوزت عام ونص الاولى ملي دوزت عام ونص دخلت للحبس الحبس عاوتاني سبحان الله العظيم الحبس مدرسه اللي بغى يتعلم واللي بغى يقرا باش ينجح في هذاك الحبس راه غادي ينجح حيت دار غلط هو عارف راسو داير الغلط راه منه بحالي انا هادو بالله ما قلتش انا درت الغلط زيت الحشيش بعتو كنت كنكمي ما كيهضر معايا حتى واحد ملي وليت كنبيعو كنبيع كنبيع مشيت للحبس ملي مشيت للحبس لقيت الحبس عاوتاني خاصك تكون مفتريس مفتريس الحبس ما فيهش تعدو والله يعمر ليهم الدار مودا في القايمين بواجب ديالهم المدير قايم الواجب ديالو السبيطار من اي حاجه خاصك بحسن من سيفي بزاف من اي حاجه خاصك في السجن كيدوزو لك يدوك يدو لك واخا تكون عمليه دايره 200 مليون يديروها لك على حسابهم حيت كاين انت في السجن ولاني الا قريتي مزيان الا قريتي المدرسه ديال الحبس هذاك الشيء اللي فيه لداخل باش ما تتخدرش به باش ما تعاودش دير الخطا عاوتاني حيت هذه الرساله هذه ما كنوجهها للشباب اللي طالعين في الجهد يخصهم يتهلاو في والديهم ويتهلاو في صحتهم ويتهلاو في المستقبل ديالهم باش يقراو ملي دخلنا الحبس وليت كنعمل النهار الاول مصدوم تنشوف بعينيا تيبان لي بنادم بزاف والغوات كنقول له ناري صافي سبحان الله العظيم النهار الاول النهار الثاني نسجمت معاهم وليت انا ما دخلت خليت وليداتي وخليت المراه وخليت امي مريضه وليت كنقول ما بغاش يديني النعاس وليت كنغوت على الشاف باش يديني على الطبيبه باش يولي يعطيوني الدواء باش نعس الدواء ديال النعاس كيعطيو تما باش نعس حيت انا ما كنتش غنتقبل غنضرب الحبس ولا انا غير كنت باغي الامنيه نجرب هذا الحلم هذا نجرب الطريق الخايبه نشوفها كي دايره من الطريق المزيانه ولاني لقيتها طريق خايبه بزاف 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 200% خايبه طريق المخدرات اخيب حاجه في حياه الانسان وخصو يكون نقي خرجت من الحبس خرجت من الحبس بديت كندور عاوتاني في الدرب ما كاين ما يدير ما بغينا نقلبوا لا على خدمه لا والو رجعت للحشيش واش نبقاو معاك في ديك العام ديال الحبس كيفاش داز كيفاش شي طرائف وقعوا لك في ديك العام ديال خويا هذيك عام ورس هذيك عام ورس ديال الحبس اخويا راه دوزت راه ما نقولش لك ولو الحبس راه فيه الماكله فيه كلشي راه الغلط ما تمشيوش فيه كما توسخنا حنايا راه ملي غتخرج من الحبس الاولى والثانيه والثالثه والرابعه غتلقى راسك توسختي غتبغي تخدم والله الا خدمتي يا ولدي ولا بنتي والله الا خدمتي غتبغي تخدم غتبغي تسافر ما غتلقاش غتبغي تصوب الباسبور والاول غتعقد الا ما عندكش وسيطه في العائله ولا شي شي فاميلا ديال صاحب شي صاحب باك ولا شي حاجه غيدخلك تخدم حيت كاينه وسيطه ضاملك ولين يا عمي باش تمشي انت تبغي تخدم راه وسختي راسك الحبس راه كنعاود نوصل هذه الرساله لهاد الوليدات خاصه لهاد الوليدات والبنات اللي طالعين الحمد لله الحمد لله السلاله ديال الاسره العلويه الملكيه الله يعمرها دار غادا سلاله زوينه دابا جاي معكم مولاي الحسن تبارك الله مولاي الحسن على مزويناتو جايب واحد
مشي بواحد سبحان الله العظيم مشي بواحد طريق زوين مع هاد وليداتنا اللي طالعين. خاصهم حتى هما يوريو واحد القدوه يبينوا ليه بين ما حنا راه المغرب تبارك الله الشباب ديال المغرب راه واعر راه في تكليمنا يبدي يصوبوا ويختاروا ويصنعوا يبقاو هما الاولين. ديما المغرب هو الاول ديما عاش الملك الحمد لله حيت المولاي الحسن راه جاي تبارك الله في الطريق راه جاي مع وليداتنا. انا عندي جوج وليدات عندي جوج وليدات بغيت نشوف فيهم الخير بغيت انا ما يتوقعش لهم هذاك الشيء اللي وقع لي انا كي وليدات الناس بحال وليداتنا بحال وليدات الناس. كنطلب من الله وهاد الوليدات وهاد البنات يتصنتوا ويسمعوا لهاد الرساله راه ماشي شي فيلم ولا روايه ولا قصه كتضحك ولا كوميدي كيضحك. انا تنقول لكم الواقع اقسم بالله على العظيم وربي شاهد عليا الا غنعاود ديما معكم هاد الفيديوهات باش يعاونني الله ونحيد عليا الوسخ اللي كدير على كتافي. انا بغيت لخويا هاد الشيء انا لخويا لهاد الوليدات باش بيتصيدوش مساكن. واخا مورا داك العام العام شنو كيفاش بديتي يعني تاجرتي في المخدرات؟ حيت بقيت تابع الطريق اللي ما خداماش بقيت تابع الطريق العوج هذيك اللي شفت اللي بغيت نجربها بغيت نجربها في حياتي. بغيت نجرب العسكر بغيت نجرب الحبس وبغيت نجرب السبيطار ديال المجانين وانا بعقلي وسبحان الله العظيم ربي حتى هو بغى يعطيني الطريق باش نجرب هذيك الطريق نشبع منها. وفعلا مشيت للعسكر مشيت للحبس مشيت للسبيطار ديال المجانين باش نشوف سبحان الله العظيم ربي هذاك الشيء اللي كنت كنحلم به والرؤيه ديالي بغيت نشوف الطريق المزيانه اللي كدير الخير واللي كدير الشر. لقيت هذاك الشيء كيدير الشر اكثر من الخير كيدير الصحه وكيدي الجيب وكيدي العقل. تصور لي درجة تبغي تشري حوايج ما تشريهمش علاش؟ حيت مبلي بالفانيد ومبلي بالحشيش ولست الشراب تا هو والكارو راه واخا ما تصور في النار خصك ديما تشري في طريق الحرام حيت الحلال ما غيخليكش تمشي لهاديك الطريق حيت كتضرب عليهم تمارة كتصور هذيك 1600 ولا 100 درهم للشهر كتسنى في النار كتسناها للشهر ماشي هي كتصور مليون 100,000 60,000 40,000 في النار كتولي غدا بك على الطريق الخايب القهاوي ديال الشراب القهاوي ديال الله يستر واخا ما بقاوش دابا حيت الوقت زيارات ما بقاوش قهاوي ديال المخدرات زيارات الحمد لله الله يسر الحموشي حتى هو في هذا المنبر هذا زيارات الحمد لله ما بقاش الوقت زايبه ولينا بخير. هذا الشيء علاش كنطلبوا من هاد الوليدات الا بغاو يتسنطوا ويسمعوا يسمعوا لوالديهم ويسمعوا يتسنطوا بزاف الوالدة ويتسنطوا سيرتو الأم إلا قالتك شي حاجة راه فيها الخير إلا قالتك الأم شي حاجة راه فيها الخير حيت الأم راه ما كتبغي لولادها على الخير والوليدات الوالدين كيبغيو من وليداتهم يكونوا فيهم الخير باش يضربوا بهم مثال ولو ما باغيين منك والو باغيينك تكون أهالي راه ما يبغيو منك والو خفوا قارة يبغوك تكون قاري وزوين بطوموبيلتك ومحاتكم ومرتك ووليداتك زوينين عائلة زوينة ولا والديك ساكن تكرفسوا لك كيشريو حلال مساكن الفقراء الفقر راه الفقر ما تقولش راه الله سبحانه وتعالى خلانا دار الفقر ودار الاغنياء. هادشي علاش ربي سبحانه وتعالى خاص الانسان يكون صبور يحاول يجانب الطريق ديال المخدرات والطريق اللي غديك الخيبه يدي يقول شي واحد يلاه نخاونوه يلاه نسافروه على الحبس ما تيخلعش لا الحبس كيخلع عرفتي باش كيخلع راه تاكل وتشرب راه ما خصك حتى خير الحمد لله كلشي كاين إدارة السجون موفرة كل شيء الأدوية الطبيب كيشوفك من السيمانة السيمانة الفرملي كيجي يطلع لك يومين كيقري تكون مريض تكون كيكحب تكون دار شي حاجة الحمد لله إدارة السجون قايمة بالوجيب ديالها هما المربيين مكرفسين هما اللي مسدودين مساكن ماشي حنا حنا راه كناكلو ونشربو هما راه مساكن من الصباح حتى الليل هذا كيمشيو هاد وليداتهم وعلاش ولدي ولا بنتي تبقاي في داركم ولا تبقى في داركم معزز مكرم تاكل وتشرب وبعد من البليه غير بغيت تصلي مع راسك صلي توضى صلي راه طريق زوينه ما غاديش ديك تبغي تكيف ولا تبغي تخون ولا تقول لك يلاه نخاف من الله هذا نخاف من المخزن والشرطه سبحان الله هذه الشرطه ما كتعداش رجال الشرطه بصفه عامه والله ما كيتعداو على شي واحد الا ما خولتي وبعتي الحشيش والله ما يهضروا معاك بالله الا خولتي وبعتي راه غي ما عمرو بغيت يتفكوا معك الشرطه ما بهذا المبلبر راه ما كتعدى ما والو. تحيه لرجال الشرطه والحموشي راه قايمين مساكن بالواجب ديالهم وخدمتهم راه مخليين وليداتهم وديورهم ومريسكين بحياتهم مع الشفاره الله يعفو عليهم. هاد الشفاره راه نداء ليهم تا هما هاد الرساله
ميبقاش انسان يدي ديال عباد الله. راه حشومه، راه كاينه مسكينه اللي شاريه تليفون هكريدي، راه كاين مسكين غادي حتى هو في الخدمه غادي بهذاك التليفون مسكين خايدو هكريدي، كتجي انت تحيد ليه ديالو وتضربو، تحيد ليه ديالو وكتضربو. حشومه عار عيب، راه حنا مسلمين. السرقه راه اخيب حاجه في حياه الانسان هي السرقه. شي كاع الا غلطتي وبعتي الحشيش غنقولوا راه غلطتي، وانا راه غدوز المدرسه راه غتستافد، ما تبقاش تدور به. غتقول كنقتل خوتي وكنقتل بحال عندي عائلتي، هذوك كنقتل فيهم بالحشيش. ما خصناش نوصل لهذيك النقطه، باش تبقى زوين مع الناس، يبقاو الناس يحترموك يعاونوك، وقد ما صبتي تجري في الخير عاون الناس، ما تقولش لا حقا ما تحسبش. مره غادا نعاون انا السماء، بالك شي واحد ما ديري شي واحد نمشي ليه نفك الناس، ندخل بالناس بخيط ابيض نعاون الناس. عاونوا ما بفمك، الا ما عندك جيبك عاونا بفمك، عا بكلام زوين عاونا بفمك. وحاولوا كدريس لك نعاود تاكدها، راه در لهاد الشباب وهاد وليداتنا اللي طالعين دابا، ما بغيتكمش وليداتو بلاتي تكرفسوا. هاي دابا عندي انا 50 عام، انا عاودت لكم الروايه غير بالتقسيط. مازال غنديروا ان شاء الله نديروا فيديو زوين، حيت هادشي راه واقعي، راه ماشي تناودوا في نكته، تناود لكم الواقع من قلبي تنهضر انا، حيت مؤلم من الداخل. انا ملي كندير هاد فيا كنرتاح الحمد لله، باش هاد الوليدات يا ربي يتصنتوا يتصنتوا ويحلوا ودنيهم، يتهلاو في والديهم ويتهلاو في قرايتهم ويتهلاو في روسهم، ياكلوا ويشربوا. ولونطري ما السبور، الانسان يدير سبور، يدير حاول يدير سبور على ثلاثه مرات ديال الجري في النهار في السيمانه، ثلاثه مرات في السيمانه راه بخير وعلى خير، احسن ما يتوسخ في حالته ويولي في الوشام ويولي في المشاكل. وبالنسبه لهم شحال دوزتي الطوطه ديال الحد ديال حياتك كلها؟ شحال تقريبا الطوطه؟ انا خويا دابا الطوطه اخويا دوزت 8 سنين مشات ليا من عمري، تقريبا شي 8 سنين مشات ليا من عمري، وندمت على الندم ليل عن النهار اللي هزيت فيه المخدرات والنهار اللي مشيت تطرق العوجه. انا بغيت نجرب التجربه، لقيتها سبحان الله العظيم لقيتها ما خداماش 100%. هادشي علاش درت هاد الرساله انايا لهاد الوليدات وهاد الدريات الفتيات زوينين اللي طالعين مع مولاي الحسن الله ينصرو. كنوصل هاد الرساله للجمعيات والمبادرات. الله يخليكم، انا مدوز الميليتير اكس ميليتير ومدوز الحبس، انا خصني نستافد، عندي جوج وليدات وولد بلاد كاريا سوطرا ولاد الحي المحمدي، تبعنا الطرق العوجه ما درنا والو. وكنوصل هذه الرساله لجلاله الملك محمد السادس، يشوف منا من هذا المنبر رانا اكس ميليتير، رانا ولدك تنايا، تنا راه ولدك، تنا راه دوزت العسكر، كنت كنحلم نكون قدوه للوطن المغربي، نازل رافع الرايه المغربيه. وكنطلب من سيادتك محمد السادس نصرك الله يا ربي تحفظك وتحفظ وليداتك، بغيتها موتور ديال المبادره، موتور ديال المبادره ديال التنميه، استفاده ديال المبادره. هادشي اللي بغيت ندير لدماش المساجين، بغيت موتور ديال المبادره، نخدم بين ترزق به الله على وليداتي. ما بقيتش باغي الحرام، ما بقيتش باغي الطريق الحرام، حيت حتى فين كدي انا وصلت هاد الرساله لهاد وليدات باش ما يغلطوش.